يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وتحية نتجدد فيها وياكم عبر هذه الإطلالة من برنامج قانون اللعبة. كل يوم احنا وياكم برياضة، ورياضتنا اليوم رياضة عنيفة لكن هي محببة للكل، الكل يتابع، الكل يطالع، والكل يتشوق لرؤية هذه الرياضة. مجرد المتعة للنظر، لكن إذا بتمارسها الأمر جدا مختلف لأن قوانينها بحر ولازم تغوص في هذا البحر. شنو هي رياضتنا يا ترى؟ بعد البطاقة تعرف. نرجع من بعد البطاقة التعريفية ورياضة المصارعة الحرة. خلوني أرحب بالكابتن والمصارع محمد جاسم. حياك الله كابتن محمد. الله يحييك، يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة. حياك الله. شنو هي المصارعة الحرة؟ ومثل ما نعرف أن فيها هي أنواع للمصارعة، مصارعة حرة، مصارعة شعبية، ومصارعة رومانية. اليوم احنا حلقتنا عن المصارعة الحرة، شنو هي وشنو قوانينها؟ المصارعة الحرة هي رياضة أولمبية. حلو. قوانينها انه لازم تطرح خصمك، نعم، على ظهره والثابته 3 ثواني. حلو. او تتفوق عليه فنيا. تطرح عفوا على ظهره ولا على بطنه بهالطريقه؟ لا، على بطنه قاعد يدافعه. ها ما اوكي. حلو. على ظهره، على ظهره والثابته 3 ثواني. ممتاز. ايه؟ حلو. او انك تسجل عليه نقاط تتفوق عليه منها، التفوق الفني هذا. ايه؟ بعشرة تنهي المباراه. حلو. 10 نقاط تيب تنهي المباراة إذا كان الفارق، يعني يقول له هو يا بأربعة لم تيب 14، لو هو يا بخمسة لم تيب 15. إذا هو ما عنده شيء 10 أنت خلاص أنهيت المباراة. أو تفوز عن طريق النقاط، تقول أنت بالست دقائق كلها يب 6 هو يا بأربعة، هي 6-4 أنت فايز. حلو. إنزين، الست دقائق شوط كامل أو جولة كاملة إحنا نقول؟ لا، بينهم 30، بين 3 دقائق 3 دقائق 30 ثانية راحة. حلو. يعني جولتين. جولتين. 3 دقائق وبينهم 30 ثانية. إيه. من خلال هالثلاث دقائق اللي انت تلعبهم، هل تعتبرهم نص ساعة من خلال اي النزال؟ الانتنسيتي وايد عالي، الجهد وايد عالي، الثلاث دقائق هذه تحسها 12 15. حلو. خلال هالثلاث دقائق الطاقم التحكيمي كم واحد او كم حكم داخل الحلبة نفسها وكم قاضي خلينا نقول برا؟ حكم واحد داخل وثلاث قضاة برا، برا الملعب. إيه؟ دور القاضي داخل الملعب شنو هو بالضبط؟ دور القاضي في شيء يصير يعني في المصارعة الحرة، تقدر تحتاج عن النقاط. مثلا قول انا قاعد العب مع واحد وسجلت عليه والحكم اعطاني نقطتين مو عاجبني، انا اقول لا انا استاهل 4. نعم. المدرب يقوم يحذف، طبعا المصارعة واحد ازرق واحد احمر. حلو. الاول ما المدرب يعطونا شيء مربع كذي ازرق وهذاك احمر، اذا حذفه يعني الازرق محتاج، يردون على الكاميرا يروحون يسوون سلو موشن. أيه؟ على الحركه. حلو. اي، فيشوف اذا هو يستاهل، استاهل 4 نقاط هذه ولا لا. مني دور القضاة اكثر شيء، واذا ما استاهل الاربع إذا نقاط ما استاهل. صحيح. أيه؟ اذا ما استاهل شنو يصير؟ يعاقبوني، يعني يعطون النقطه لاني ضيعت الوقت. ها، فيعطون الخصم نقطه. اي، نقطه واحده على الاحتجاج هذا بس. اي زين. واذا استاهلته يرفعون السكور. ممتاز. إيه؟ تقنيه هذه الفي ار مستخدمه من زمان ولا توها مستحدثه؟ اي من لا يعني دور الاحتجاج هذا. اي إيه؟ لا، هذا من زمان والتشالنج موجود. التلفزيون اللقطه. اي من زمان. هذه ايضا من زمان، من اول ما ادري يعني، من اول شلون كانوا يسوونها، يعني قبل تقصد قبل الكاميرات. اي يعني هل هذا جديد الامر عندكم؟ اتوقع مستحدث. حلو. اي مستحدث. إيه؟ القضاه الخارجيين كم واحد عددهم؟ قلت لي 3. ثلاثة. شنو هم؟ يعني هم حكام. اي بس يعني حكام قديمين. لا اقصد ميقاتي مثلا، اللي مال الوقت، اللي مال النقاط. اللي اي مال الوقت، مال النقاط، عندهم. حلو. ساعه. حلو. قدامهم كاميرات. ممتاز. إيه؟ هذه الثلاثه الخارجيه. نروح الى الحلبه. حلبه الدائريه، شنو السر؟ الحلبة الدائرية ما هي مربعة. قانون من قوانين المصارعة، أول السومو، أنك تدزه برا، هذا جزء من قوانين السومو موجود عندنا. حلو. لأن اسمه مصارعة حرة تضم أشياء وايد. نعم. الرومانية مثلا، يعني مثلا في مصارعة رومانية في مصارعة كذي، فالحرة لا يعني تقدر تسوي كل شيء، تقدر تطيحها من فوق، تقدر تمسك ريولة، تقدر تمسك راسه تدزه. حلو. فمنها من قوانين السومو أنك تطلع برا، أول قبل الاستحداث بالإيد. الحين لا، لازم تسوي شيء فني وتدزه برا. حلو. فاللاعب
اذا كانت مربعه صعب يطلع، يعني انا جزء مني اني شلون الف ما اخلي يطلعني برا، انحاش صح. فاذا كانت مربعه شلون التف؟ بالدائره اسهل اني التف وما اخلي يطلعني واني اتجنب النقطه هذه. حلو. عشان كذي مدورون. حلو. الحلبه مفتوحه ولا الزون فيها الحبال؟ لا لا الزون دائره اي بساط. بساط الوان بس اصفر يكون هذا وداخل ازرق، وفي دائره بالوسط صغيره حق شلون نوقف عليها. اي حلو. والله بفكر ان حبال فقاعد اقول الف واطلع بهذه الطريقه. زين بروح الى المربع المصارعه الحره، الحلبة المربع اللي نشوفها احنا بالتلفزيون اللي هي دبليو دبليو مثلا. اي او هاي مصارعه محترفين ما لها شغل، هل قوانينها اي ما لها شغل، هاي رياضه، احنا رياضه اولمبيه وكذي. هذيش يعني بالتلفزيون وهذا مثل شو شيء رياضة شو اي، واسمها مصارعة المحترفين، يعني يصير خطأ ساعات بالترجمة يسمونها حرة. ها ولا هي رياضة المحترفين بالانجليزي يسمونها بروفيشنال رسلينج، رياضة المصارعة المحترفين. واحنا يسمونها فري ستايل رسلينج، فاحنا فري ستايل رسلينج يعني مصارعة حرة، هم بروفيشنال رسلينج يعني مصارعة محترفين. حلو. مو معناته انهم محترفين بس اسمها كذي، اسمها يعني كنا ممثل قدام يعني. اي ممثل المصارعة. غششني وغشش المشاهدين، فعلا هناك كلها تمثيل يعني. هو يتعورون اي يعني هو ما انا ما لعبتها هذه اي ف يمكن يكون في اتفاقيه، يمكن يكون في ساعات يكون في شده صدق. حلو. مثلا دقيقه فلانيه خلينا نشد على بعض، دقيقه فلانيه انا اسوي كذي كذي، بس وايد فيها اصابات يعني تصير، يعني لازم هم يروحون النادي يلعبون رياضه، لازم يروحون الحلبة. يعني مو كل شيء تمثيل. اي مو كل شيء تمثيل. حلو حلو. نوقف مع الكابتن بهذا التقرير الخاص في المصارعه الحره. المصارعة الحرة هي أحد أنواع مصارعات الهواة التي تمارس في جميع أنحاء العالم. تم تطوير هذه الرياضة بشكل كبير جدا مما جعلها أقل وحشية، لتحظى المصارعة خلال العصور الوسطى بشعبية كبيرة، ولقيت قبولا لدى العديد من العائلات الملكية، لتنطلق أول بطولة مصارعة وطنية منظمة في مدينة نيويورك عام 1888، وتأسس الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة في عام 1912. رجعنا مشاهدينا من بعد التقرير الخاص في المصارعة الحرة مع الكابتن محمد جاسم. محمد، شنو هي القوانين المستحدثة حق مصارعتنا الحرة؟ أول 6 دقائق كانوا 3 جولات، دقيقتين دقيقتين دقيقتين. حلو. والنقاط اللي تجيبهم جولة أولى يخلصون، يعني مثلا عنصر A و B. نعم. A ياب أربعة B ما ياب شيء، خلاص هو فاز الجولة الأولى، ما تتراكم النقاط بعد الدقيقتين. بعد دقيقتين أولى انتهى، هذا عبارة الشوط الأول خذا إيه، ياخذ 15 ثانية راح يدشون الشوط الثاني. نعم. عنصر B فاز 1-0، يعني لو تخلص 4 دقائق 4-1، بس إن هذاك فاز جولة يصير تعادل. حلو. يلعبون بعد. حلو. الحين لا، الحين 3 دقائق النقاط نفسها مستمرة، الشوط الأول أو الجولة الأولى إلى الجولة الثانية وهي الجولة الأخيرة، عدد الإجمالي هو اللي يفوز 6 دقائق. أي. ممتاز. أي. بروح إلى على قولتهم الضربة القاضية. ما في الضربة القاضية، هي التثبيت بس والتفرق الفني، يعني إذا واحد كساق يسجل نقاط عالية يعني مثلا ما تطرح يطيح على بطنه غير ما تطرح يطيح على ظهره، طيح يطيح على بطنه تاخذ 2. حلو. يعني انه ما طرح تعدل، او طاح قام طيحه مو عدله، بس اذا طيحته وطاح كنا بيخسر وقام لا هاي 4، اذا شلته كذي فوق هاي 5، اذا طار كذي. حلو. هاي حركه هذه اعلى نقاط 5. اي فاي يعني الضربه هذا القاضيه اللي اتفق الفني. ما في استخدام بالقدمين؟ بلا مسكريول او اي حره تسوي طق ضربه بالقدم مثلا. لا لا ما طق، بس معافر، بس استخدم ريك عشان تطيحه او تمسك ريوله تلفه او كذي. هذه المصارعه الحره. الحره. معافر. معافر. معافر يعني ما في بوكسات. لا ما في، بس الاصابات تي مثلا بالغلط راس يطق بوجهك اي او مثلا يسوي اوفر اكستنشن حق شتفك بيحاول يلفك على ظهرك. حلو. مني الخطوره تي. هل هذه تعتبر مخالفات في اللعبه وتحسب عليك نقاط؟ هاي يختلف عليها، وهم هي دور الحكم، المدرب يقدر يحتج. مثلا واحد لف الثاني قال والله وايد لف شتفه، فهذا يعتبر غير قانوني، وعاد القضاة اللي برا يشوفون الموضوع هذا و حلو كذي ويقررون. اي في اي شنو بعد؟ سوري، من اهم الاشياء اللي استحدثت انا هاي وايد ضروري اقولها، ان اول كان في اوفر تايم، الحين ما في. اللي هو لو تعادلوا 2 اي اول اللي يهم الحكم يجيب خرده يقطها يشوف اللي تختار شنو، واحد يوقف كذي والثاني يكون ماسك ريله على صفاره الحكم يدشون، اذا طاح خسر، واذا هذا قلبه هذا فاز. ها. إيه؟ هذه قبل قبل
اي الحين ما في الحين شنو سووا اي اللي سجل اخر شيء هو فايز قول مثلا 6-6 اي بس لازم يكون كفاءة النقاط نفس الشيء صح شلون مثلا انا جايب 6 نقاط كلها بلنتيات بلنتيات دازه برا وهو جايب 6 نقاط لا فني مسوي الحركات نعم وانا سجلت اخر شيء بس لان كفاءة نقاط اعلى مني هو يفوز حلو بس اذا كفاءة نقاطنا نفس الشيء يعني مثلا اقول انا مسوي بلنتيات ومسوي بلنتيات تمام. بس انا مسجل اخر شيء لا كذي انا افوز حلو وما في شرط اضافي تبارك الرحمن الله يوفقك كابتن محمد جاسم ونشوفك في اعلى المراتب انت والمنتخب الوطني ان شاء الله ان شاء الله مشكور شكرا لك كابتن محمد شكرا لكم انتم مستمعينا مشاهدينا الكرام وهم مستمعينا من خلال الحوار اللي دار ويا الكابتن محمد جاسم في لعبتنا اليوم وهي المصارعه الحره من برنامج قانون اللعبه نلقاكم في حلقه قادمه مع السلامه.